مهم جدا ان احنا نتكلم عن القطاع الاقتصادي والمصرفي. يمكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضر مراسم توقيع اتفاق تمويل لتنفيذ شبكات ري حديثة بزمام حوالي 750 فدان على 5 أبار في مركز في أبو منقار بمركز الفرافرة الوادي الجديد. قام بالتوقيع اللي هو محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بحضور محمد عبد الدكتور محمد العاطي وزير الري وزير المواد المالية المائية والري. حقيقة الاتفاق ده بيجي في إطار بروتوكول التعاون الواقع بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي لتوفير قروض ميسرة، خدوا بالكم، قروض ميسرة للمزارعين لتنفيذ شبكات الري الحديث بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة. حقيقي ده مهم جدا، لازم نغير ثقافتنا الفترة الجاية. يبقى احنا بدل لازم يبقى في نوع من المشروع القومي الكبير ان احنا نقدر نغير اساليب الري القديمة بتاعتنا من الري بالغمر والري البحاري والكلام ده كله اللي بيستهلك مياه كتير الى وسائل ري حديثة. بناء على الاتفاق ده البنك الاهلي المصري بيقوم بتقديم التمويل بفايدة 5% مدعمة من الدولة لتنفيذ شبكات الري حديثة لزمام 750 فدان في أبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد. السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكد أن المشروع بيعد ترجمة لبروتوكول التعاون اللي تم توقيعه لأول مرة برعاية رئيس مجلس الوزراء مع البنك الأهلي المصري كجهة تمويل وطنية، حيث يتم تمويل الفلاحين مباشرة لإدخال الري الحديث، وسيتم التنفيذ من خلال المنافع وتقديم الدعم الفني من وزارة الموارد المائية والري. هو ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين الحكومة تفكر وعندنا قطاع مصرفي قوي يترجم ويوفر التمويل الميسر للفلاحين والمزارعين عشان المبادرات دي تجد طريقها إلى النجاح. مهم جدا التكامل في العمل والأداء. تحية التقدير لمؤسستنا المصرفية الكبرى البنك الأهلي المصري.